شكرا. تفضلوا الان بدنا نبدا لقائنا. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. وصلنا الى الفصل 18 من انجيل القديس متى. افضل نقول من انجيل سيدنا يسوع المسيح للقديس متى، يعني كما ألهمه الله واوحى به الى البشير متى اللي كان برضو اسمه لاوي والمذكور عنه في الفصل التاسع من هذا الانجيل. تفضل دكتور. وطبعا ترحيب خاص بابونا حنا معنا وبكم جميعا. في تلك الساعه تقدم التلاميذ الى يسوع قائلين، لاحظ فعل تقدم، كان بامكانه يقول اتوا الى، صح ولا لا؟ على فكره الفعل اليوناني حرفيا هو اتوا نحو بروسيلثون، يعني لما بنروح عند المسيح احنا نتقدم، لما بنبعد عن المسيح ايش؟ نتاخر. وزي ما بقولوا في كثير امور في الحياه اللي بضل محله ما بضل محله بتاخر، اللي بضل محله في الواقع بتاخر. وهذا اللي حاصل كثير مع الاسف مع شعبنا بدون مؤاخذه من الناحيه الدينيه. شعوبنا يبدو انها من اذكى الشعوب، من اشطر الشعوب، بس مش من الناحيه الدينيه. من الناحيه الدينيه بتلاقيه بضلوا علي درسوا في المدرسه، ضلوا علي على الوعظة اللي سمعها قبل 30 سنة وقت ما خطب، وقت ما دخل الكنيسة بالصدفة لأنه أهل خطيبته بدهم إياه يصلي. فوجودنا إحنا هون إحنا نتقدم إلى يسوع. يسوع نفسه شو بقول عنه الإنجيل؟ لا، هو نفسه كان يتقدم في ايه؟ في السن والحكمة والنعمة عند الله. النعمة يعني الحظوة، مش انه كان ناقصه نعمة. ننتبه على كلمة خارس باليوناني هون، زي بالعبري حين، حين مش معناها النعمة الإلهية. ما المسيح هو قد رأينا مجده، هو الوحيد مملوءا نعمة وحقا، معناها الحظوة. شو يعني الحظوة؟ الاستحسان، انه كل الناس كانوا يحبوه، زي ما بقولوا باللغة الدارجة نجمه محبوب. فاحنا كمان بدنا نتقدم في السن و هلا في مرات تقرأوا السن ومرات تقرأوا القامة، بتقولوا يه هاي في تحريف. ما فيش تحريف هون، شوي دخلنا على انجيل ربنا يسوع المسيح القديس لوقا، لانه باليوناني القديم مش الحديث، في اليوناني القديم كلمه ايليكيا تعني العمر والقامه. اليوناني الحديث معناها بس العمر، عشان هيك مش اي واحد بيحكي يوناني حديث معناه صار يفهم بايش؟ ب العهد الجديد، أن العهد الجديد كتب بلغة يونانية قديمة. تفضل دكتور. نعم. الله يخليك، نعم نعم. الله يقدرك، وأنا بورجيني محاضراتنا من الصدفة من سنة 2009. شهر 11 قبل سنتين. نعم، 3/11/2009. نعم. في تلك الساعة تقدم التلاميذ إلى يسوع قائلين، فمن هو أعظم في ملكوت السماوات؟ فدعا يسوع إليه ولدا وأقامه في وسطه. إذن الأعظم
ملكوت السماوات مش يعني السماء اللي فوق راسنا. شماي شمايا بالآرام يعني ملكوت الله. اليهود كانوا يتجنبون لفظ اسم الله لليوم. هشيم مثلا بقولوش حتى إلوهيم، صاروا يقولوا إلوكيم. إلوكيم بعكس ما احنا العرب كل كلمة ونص لازم ايش نقول الله. اذا ملكوت السماوات عشان هيك في انجيل لوقا، مرة في انجيل يوحنا على الاقل ايش بنلاقي؟ تنسوش انجيل لوقا انجيل يوحنا هو انجيل سيدنا يسوع المسيح كما الهمه اوحى به الى لوقا الى يوحنا. ملكوت الله، ملكوت الله ها هي الترجمة الثقافية لعبارة ملكوت السماوات، لأنه السماوات مرات حتى بالعربي أو بالأجنبي بقولوها استجابة السماء. شو يعني السماء؟ هاي القبة الزرقاء اللي فوق راسنا يعني الله. تفضل. طبعا بدون مؤاخذة ما بنعرف شو كان فكرهم الرسل، حتى هم ما كانوش عارفين لما سألوا من الأعظم، من الأعظم في الملكوت. ممكن حسب التفكير اليهودي القديم اللي له مركز أكثر، تعرف جاه وجاه هنا شو بقول وجاه حارد كل من إيده إله، اللي بفكر حاله شو راح زي ما قالوا له مرة لا يسوع، قالوا له ها إنا أبو الشباب، قالوا له شيء بس ها إنا أبو الشباب تركنا كل شيء وتبعناك فماذا يكون لنا؟ يعني بدها مسألة تشخيص، يعني مين اللي راح يكون رئيس وزراء طالما انت المشيح ملك مشيح المسيح الملك. فلابد انه فكروا الرسل لسه قبل حلول الروح القدس بتفكير ايش؟ دنيوي. نفس تفكير يهود اليوم، بس الرسل نزل عليهم الروح القدس شفاهم. لما بقولوا فلان متعالج اقول لك مثلا انا من تعرفوا مرات بيطلعوا نكت على بعض القرى او المدن، انا من المدينه الفلانيه بس متعالج. الرسل مين؟ يهود متعالجين. مين اللي راح يعالجهم؟ روح القدس. بس قبلها تعرفوا كانوا يتطاوشوا بين بعض مين الأكبر بينهم، دائما الأكبر. حتى في الشرق عندنا أبونا بعرف دم مؤاخذة جنون العظمة، حتى أحيانا داخل المراتب الإكليروسية بتلاقي جنون العظمة، صاحب السيادة وصاحب النيافة ونياسين من هون واللي كلوسته أعلى واللي من الأعظم. خلينا نشوف جواب يسوع. تفضل. وقال الحق أقول لكم إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات. هاي بدها إيضاح، لأنه نصير مثل الأول. مربول بطرس عفواً بوضح لنا بقول بدنا إياكم تصيروا أطفال، لا من ناحية العلم بل من ناحية الخبث. يعني الطفل فش عنده مكر، الكبير عنده مكر وخبث ودهاء وبلاوي زرقاء. بعرفش ليش بقولوا زرقاء يعني. منيح الطفل شو عنده؟ البراءة. بس بقول بنبهنا مار بطرس لأنه يعني هو نفسه بقولنا بدناش تكونوا كأطفال تحركهم كل ريح. معنى بدنا نكون أطفال وما بدناش نكون أطفال، بدنا نكون أطفال بالبراءة بالاستقامة بالطهارة. كيف؟ شعورهم بأنهم صغار، شعورهم بأنهم بيحتاجوا لغيرهم. ما فيش احلى منهم صغار تصيروا دبب كبار الله يستر.
وما بدناش نكون أطفال من ناحية المعرفة. هاي منبهنا عليها القديس بطرس. بدناش نكون أطفال من ناحية التذبذب. مين ما يحكي نمشي معاه. مظبوط كلامه، مظبوط معاه حق. إذا حلوة نفسر ونوضح ما معنى الطفولة الروحية. ماذا نجد مؤاخذة عند عدد من الناس؟ تجدهم ناضجين في كل شيء وأطفال في الدين، ولا لا؟ اسألوا أي إشي معوش خبر وبتكون شهادته هالقد. وقت ما يكون الإنسان طفل، كل ما أجا بكون ريشة في مهب الريح، كل ما أجا حدا حكى إشي بقول مظبوط معاه حق، قرأناها على النت، قرأناها بالجريدة، أجا جارنا وقال كذا، ولا لا؟ تفضل. فمن وضع نفسه مثل هذا الولد فهو الأعظم في ملكوت السماوات. وضع فعل التواضع. التواضع هاي قصته طويلة عريضة في العهد القديم. نختصرها، في العهد الجديد عندنا كلمة أبونا بيعرفها، تابينوس. تابينوس يعني متواضع. هلا بعرفش إذا لاحظتوا إنه لما مطران بكتب إشي قبل ما يحط اسمه إيش بحط؟ حقارة فقير. الفقير الحقير. طيب نعم. الفقير. يعني المطار مثل لكن حقير بالعربي مش حلوة. الفقير. طيب. بالعربي مطانة اللاتين شو بحطوا قبل الاسم هون؟ خادم. لا بحط إشارة. إيش هي الإشارة؟ صليب. مثلا عندنا مطران قبل ما يحط اسمه إيش بحط؟ صليب. البطريرك قبل ما يحط اسمه بحط صليب. هذا الصليب مش صليب، هذا الصليب أساسه حرف التاف باليوناني، تابينوس. تابينوس يعني المتواضع فلان. فمع الوقت هاي الصليب مش هيك؟ هاي حرف التاء مع الوقت ايش صارت؟ زي الصليب. صارت صليب. ولكن الفقير مرات تحطوا بالعربي الحقير كذا، حقير بس مش بمعنى الحقارة بعينكم، معنى المتواضع. تفضل. ومن قبل ولدا واحدا مثل هذا باسمي فقد قبلني. طبعا انتوا قاعدين زي ابو قاسم بياع الخيار، صح؟ لا الي لا علي ولا علي. وين الكلمه الغريبه هون؟ لو بدي اسالكم سؤال بريء زي الاطفال، شو في بهاي الايه قسم منها غريب؟ يا باسم من عيدنا اياها بعيد. ومن قبل ولدا واحدا مثل هذا باسمي فقد قبلني. شو الكلمه الغريبه؟ باسمي. عمره نبي من الانبياء قدر يقول باسمي. من هو الاسم هاشم؟ الله. اذا تذكروا في متى 10 وسيبغضكم الكل من أجل اسمي في أعمال الرسل. هاي مهمة قوي قوي. أعمال الرسل، بعد ما الرسل جلدوهم يعني بالعربي أكلوا قتلة، شو بقول؟ وانصرفوا مسرورين لأنهم أهلوا أن يتألموا من أجل من أجل الاسم، من أجل الاسم، من أجل الاسم. لمعن هاشم.
مجرد ما قال لك من أجل الاسم، معنى اسم يسوع هو إيش؟ هو اسم الجلالة. هلا مع مين ما بتوافقهمش؟ مين ما بتوفيش معهم؟ شهود يهوى، يهود شهوى. شو بترجموها هاي الآية في ترجمتهم العالم الجديد؟ لأنهم وجدوا أهلاً أن يتألموا من أجل اسمه، أو من أجل اسم يسوع. شو العبارة اللي ضيعوها كيهود؟ الاسم. هيني بنطق لكم إياها بالعبري من كعب الدست: لمعن هاشم، لمعن هاشم. شايفين؟ إذا كيف هاي بتمرق علينا 100 مرة ولا لا؟ وما بننتبه لهاش، خصوصا اللي بتطلعوا على الساعة وقت ما الخوري بكرز بنتبه لهاش. باسمي أنا. عمر واحد من الأنبياء قال: من أراد أن يتبعني؟ عمر واحد من الأنبياء قال: أما أنا فأقول لكم ما فيش. كم دائما يقول، يقول الرب، يقول الرب دائما نقوم أدوناي. قال الرب، قال الرب، قال الرب. وين راحت العلامة؟ مش هيك؟ هذا نعم. هاي النكتة. نعم. في خوري كان دائما شبه أمي مسكين، كان يحط علامة على أساس إنه هذا الإنجيل هو بعرف يقرأه وحافظه عن غايب. في واحد من الظرفاء من علامة فتح الخور الإنجيل، قال الرب، قال الرب، طلع غير صفحة، قال الرب، قال الرب، ما العون اللي قام العلامة. بعيد من ومن أعثر أحد هؤلاء الصغار المؤمنين بي فخير له أن يعلق في عنقه حجر الرحى ويغرق، ويغرق في لجة البحر. إذا ومن أعثر، فعلا التعريب، التعريب دقيق جدا. يمكن عندكم هناك من شكك، وين من أوقع، من أوقع، شو عندك هنا؟ أوقع. مرات حطوا شكك، يعني جعله يقع، جعله يتعثر. من اليوناني طبعا سكاندالون، سكاندالون هذا بكون زي حجر، اللي هو حجر عثرة. تسمعوا مرات كيف وضع فلان بأهل القدس أو أهل لبنان، يقول لك معطر، فلان معطر، فبيفكروا إنه يعني معطر عطر، ومش معطر بالطهر، ومعثر، معثر يعني إنه طريقه بتعثر فيه. اللي بيعثر يعني اللي بيعرض للخطيئة، اللي بعلم الصغار الخطيئة. أوي أوي أوي، قديش في أجتني اليوم شكوى إنه في كتير أطفال حتى بدون مؤاخذة من منطقتنا هون بيحضروا أفلام عنف. إذا ما بتنتبهوا شو أولادكم بيحضروا غير البلاوي اللي بالنت والإنترنت واليوتيوب والهشك بشك، كيف؟ موهوبين في أولاد صغار، موهوبين في الرعب. مستغرب يعني كثير كثير هلا مش بس الرعب، كمان بعيدا منكم قلة الحياة، أفلام إباحية، وخصوصا لا لا خصوصا الأفلام، خصوصا عيد منكم أفلام فيها قلة أخلاق، واللي الأبطال فيها أطفال، بيعلموا الأطفال بعيد منكم قلة الحياة. عشان هيك الكنيسة لا تشجع يا عم الهجرة إلى الغرب. دخيل الله إمتى راح نفهمها؟
أنا لما واحد من قرايبي كان يبعث أولاده على المدرسة قبل ما تخلص الحصص يكون على باب المدرسة يستناهم ياخذهم على البيت، مع إنه في مدارس ابتدائية كان فيها مخدرات وبلاوي تاني، وطبعا في الولايات المتحدة أسلحة كمان. واحد ولد صغير يكون مسلح يطق على باله يروح يرش له 30 40 ولد. كثير من الناس حكوا ولد كتل كثير صار وفي المانيا في المانيا. اذا من يعثر هلا كيف نعثر الصغار؟ انتم معي؟ كيف نعثر الصغار؟ نعثرهم اكثر شيء بسلوكنا بكلامنا، ولا كلامنا في اشي خطير جدا شو هو؟ الكلام المشكك في للايمان. مثلا ولد بده يروح يعترف بمسكه ابوه ولا عمه ولا خاله، لشو هالسخافه؟ ما انا صار لي 50 سنه مش معترف، شو بدك تروحي عمي؟ شو بدك تحكي الخوري؟ ما هو الخوري انظف منه. انتوا فاهمين علي؟ مع الاحترام للكهنه، التشكيك في الايمان. مره كنت انا في زياره عند عائله وقالت لي انه في بشر بزوروها من الفئات المنشقه، هالحكي قبل 27 سنه. رحب بأبو الخوي بالبيت. طيب قلت لها هذول خطرين مش بس على الإيمان، خطرين كمان على الأسرة. هذول بيوشبوا أولادكم ضدكم. لا يا أبونا مش ممكن. قلت لها إمتى جايين عندكم؟ قال اليوم الفلان. قلت لها طيب انا باجي بس بعد ما هم يجوا بنص ساعه، لانه مبدئيا مش لازم يدخلوا البيت، بس حبيت انها تختبر هالشيء. قلت لها بتعملي حالك رايحه تعملي لهم قهوه واتركي معهم بنتك لحالها. فعلا كانت البنت اليوم هيها البنت صبيه وراها اولاد. قالت لهم تسمحوا لي بدي احضر فنجان قهوه، ورخت دانها طبقت باب المطبخ بس رخت دانها. وشو كانت المره من هالبلد على فكره تحكي معها، هي من بلد ثانيه، قلها مش دائما تردي على الماما والبابا لما يمنعوك تيجي على اجتماعاتنا، لازم تردي على الله مش على الماما والبابا، لانه البابا والماما بيعرفوش كلمه الله زينا. طوالي فتحت هالباب وقالت لهم برا، يعني ما غابت ما لحقت تروح بحجه بدها تعمل لهم فنجان قهوه، هم موجودين في بيت جار الجماعة يعني، إلا هاي المرأة من بيت صحور من المنشقين على الكنيسة. أول كلمة قالت لها هي ما ترديش على أبوك وأمك لما بمنعوك تيجي على اجتماع. ولما أنا وصلت كانت طاردتهم من البيت زي ما قال القديس يوحنا برسالته الثانية آية 10، الذي يعلم غير هذا التعليم لا تستقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام، بضحكوا علينا بيستغلوا انه عندنا هالضيافه العربيه. ايه ابونا واحد يجي عندي على البيت ما استقبلوش؟ طبعا ما تستقبلوش. ما هذا من كثر ما دمهم خفيف. تفضل. نعم. بتفكروا انه الموضوع بتفرع ولا احنا بصلب الموضوع؟ من شكك. إذا التشكيك يعني العثرات إما بسلوكنا
تشجيعنا الأطفال على الخطية لا سمح الله، وإيش؟ وتشكيكنا للأطفال في إيمانهم. حتى لما أنت على فكرة الصغار مش بس معناها الأطفال، لا الصغار معناها كمان الناس الناضجين، ولكن اللي إيمانهم قليل، اللي معرفتهم قليلة. عشان هيك ما بصير في بعض أشياء، ما بصير أنا مثلا مقتنع أنها صحيحة علميا، ما بصير أحكيها أنا على الشاشة، ما بصير أحكيها بدون إيضاح، لأنه في ناس ممكن يفقدوا يفقدوا الإيمان، يفهمونيش صح. أحلى إشي في الحياة إيش؟ الإيجابية. دائما إيش نحكي للبناء، يقول مار بولس دائما إيكودومي البناء، دائما البناء، دائما الإشي السلبي بيعطي شئنا أم أبينا نتيجة إيش سلبية، بدنا دائما البناء. فضل. ويل للعالم من العثرات، فلا بد أن تأتي العثرات، ولكن ويل لذلك الإنسان الذي به تأتي العثرة. هلا لا بد، شو يعني لا بد؟ أنا أنجي أكيد، مش ما فيش عنا ضرورة أخلاقية، تعرف نقول لا بد يعني يجب، يجب مش واجب أخلاقي. هون هون في الواقع إيش هو؟ هو ضرورة بشرية تاريخية، يعني طالما في بشر إلا يفعط إشي إلا يطلع إشي غلط. مش معناها إنه المسيح موافق، صح ولا لا، على وجود العثرات، وانه واجب علينا انه نوجد العثرات، لا مش واجب علينا، بل هذا هو واقع مع الاسف لا مفر منه. يعني لو سألت في عيلة من عائلاتنا كل شيء فيها تمام، إلا يكون في شيء. الأخ عيسى بدك تحكي شيء. الترجمة هون لابد أن يحدث ما يوقع اللي هي العثرات في الخطيئة. نعم العثرة في الخطيئة هون هذا إيضاح، ولكن باليوناني بس سكانذلا ما يعثر. هلا إيش اللي يعثر؟ اللي يعني اللي بيخلي الإنسان يوقع، إما بالشك أو بالغلط أو بالخطيئة، مش بس الخطيئة، ومرات الشك هو إيه؟ هو أخطر من الخطيئة، لأن الخطيئة أنا خطيت بندم على خطيئتي، الشك إيش؟ بجر الناس على وين؟ على عكس، على ضد الإيمان. بس في كثير مرات أبونا يعني الشك ضرورة من ضرورات الإيمان، يعني الشك المؤقت بيلعب دور إيجابي، يعني لما أنت لأنه الرسول توما شك انه شك والشك هذا قوى ايمانه، يعني شك ايجابي، شك ايجابي. عفوا بس هون ما هو المقصود في كلمه هون؟ في الواقع ليس الشك بقدر ما هو التشكيك. التشكيك يعني حضرتك بتامن في الله، منيح؟ انا باجي في موسكو السوفيتيه مستهونات أقول لك لا ما فيش الله، حاسه وكله. هون أنا إيش بعمل؟ بشكك. أما لما أنت نفسك تتساءل هل في وجود للإله ولا ما فيش، وتحاول بحسن نية. كده بعضهم شكوا. بحسن نية، هذا موضوع ثاني. إحنا بنحكي عن العثرات، يعني نص الإنجيل هنا عن العثرات. واحد بيكون ماشي دغري سواء في إيمانه أو في أخلاقه. احنا ايش نحط قدامه؟ عثره. خلينا نقول نحط قدامه حاجز، العراقيل. العراقيل على فكره نفس اذا بدنا ناخذ بس اللغه العربيه بدون رابطه مع الانجيل، بدون رابط مع الانجيل، كلمه اعتراض
صح؟ منين جاي كلمة اعتراض؟ اعترض. شو يعني اعترض؟ انت بتكون ماشي بيجي واحد بحط قدامك عراقيل، العراقيل هاي يا بتوقفك يا بتوقعك، وفعلا الاعتراض اللي بحكوه بسوء نية هو عبارة عن سكندلون، يعني حجر عثرة. بتكون بدك رايح تعمد ابنك ولا ايش تعمد ابنك، هذا ضد الكتاب المقدس مثلا، هاي حجر عثرة. ففي على فكرة هذا اللي حكى عنه أبو فرح مش بالضبط شك، هو في الواقع بحث تساؤل. وزي ما قال كاردينال نيومان، تسمع عنه كاردينال نيومان، هذا كان أنجليكاني وصار رجع للكنيسة الكاثوليكية وبعدين صار كاردينال. شو بقول؟ ألف صعوبة لا تشكل عندي شكا واحدا، ألف صعوبة ما بتعمل عندي شك واحد، لأنه الشك شو معنى الشك؟ خلص عدم ثقة. أما إيش في صعوبة؟ مثلا أنا ممكن أختلف مع والدي ألف مرة، بس مش ممكن إني أخفف أقلل من إيه؟ من احترامي إلي. وهذا لازم يكون موقفنا من الكنيسة، ألف صعوبة، موقفنا من المسيح ألف صعوبة ولا شك واحد. أبونا عزيز صار يحط لنا كل يوم أحد أفعال الإيمان والرجاء والمحبة، هاي صح؟ ليش؟ شو ما أحلى فعل الإيمان؟ شو بقول فعل الإيمان؟ تتذكروا؟ يا إلهي إني أؤمن إيمانا ثابتا بأنك إله واحد في ثلاثة أقانيم متميزين، أبرم ورعب، وأؤمن بأن الإبن صار إنسانا ألم مات على الصليب لأجل خلاصنا، منيح؟ وأؤمن بكل ما تؤمن به وتعلمه الكنيسة المقدسة. هلا بدي أحكي صيني وأقول مين كان شو؟ ليش؟ ليش أؤمن بكل ما تؤمن به وتعلمه الكنيسة المقدسة؟ لأنك أنت الحق الأول المنزه عن الغلط قد أعلنته لنا. زي ما كانوا علمونا واحنا صغار، احنا ليش منآمن؟ منآمن يعني منصدق، لأن الله لا يغش ولا يغش، لا يغش ولا يغش. شو بفعل الإيمان؟ لأنك أنت الحق الأول المنزه عن الغلط قد أعلنته لنا. أغلبك توقف شوي، في عندي فإن أعثرتك يدك أو رجلك فاقطعها واقها عنك، خير لك أن تدخل الحياة أعرج أو اقطع أو أقطع من أن تلقى في النار الأبدية ولك يدان أو رجلان. طبعا عشان هيك في فترة عنا بيت لحم كان عنا رؤساء البلديات، واحد أعرج أطرش والأعمى، الأعمى طبقوا الإنجيل يا أيوة. وإن أعثرتك عينك فاقلعها والقها عنك، يعني زي ما صارت العين نصحاب في سواء مش مصابة. أيوة أحد القديسين. نعم مصابة مثلا شيء لا في مصر مين اللي أمجد أنطونيو سمعان خرار. أيوة سمعان خرار. شكرا. نعم فضل دكتور. شكرا. طيب فضل دكتور. نعم خير لك أن تدخل الحياة أعورة من أن تبقى في جهنم النار ولك عينان. انظروا لا تحتكروا أحد هؤلاء الصغار، لأني أقول لكم إن ملائكتهم في السماوات كل حين ينظرون وجه أبي الذي في السماوات. هلا في ناس في تاريخ الكنيسة أخذوا هاي الآيات حرفياً،
يعني اللي قلع عينه اللي سكان اللي قطع ايده نعم ولكن طبعا اللي قصده السيد المسيح هو انه يجب ان نزيل الخطيئة نعم شكرا يعني يجب ان نزيل اسباب الخطيئة اي معناها يجب ان نزيل حتى في كمان اوريجانوس مثلا اللي اسس مدرسة لتعليم الكتاب المقدس في قيصرية كمان اخذ هاي الايات حرفيا فحلو انه كمان هون يكون عندنا مع التقوى العقل السليم يعني انه هل فعلا يسوع يقصد انه نقلع عيننا ولا داننا ولا ايدنا لا يقصد انه بعيد منكم الشر نقلعه من اساسه او نضع حاجز بين أعضائنا والخطيئة زي ما قال قديس بولس لا تجعلوا أعضاءكم عبيدا للخطيئة تفضل الآن نفتح المجال للأسئلة تفضل أبونا والأخ ساهر أقول بالله في شغلة هذا بالنسبة للإنجيل متى نعم أنا بتصور الوضع كالتالي عند مين بتتصور أبونا؟ وضع الجيل متى هذا اللي صار؟ نعم. لما سألوا من هو أعظم؟ في ذلك الوقت كان الناس يعتقدون أن العظماء هم ثلاثة. أولاً الفلاسفة والجيش الجنود رجال الجيش وكبار الملاك. هذول الدنيا إلها مفتوحة إلهم. وبتمنى إنه في الكنيسة ما يكونوش في وقتنا الحاضر نفس الاشي فأجى واحد بده يسأل المسيح من هو الأعظم بحسب انه في ملكوت السماوات راح تكون صورة طبق الأصل على الأرض فقال له بدك تعمل ثلاث شغلات أول واحد تعمل استروفي يعني ترجع 180 درجة من كل تفكيرك اللي انتهى بده يتبعه تواضع يعني كل الفكر اللي انت حامله على الارض بدك تنساه تنظف عقلك وتتهيأ للنعمة الإلهية والمعرفة الكتاب وأقوال المسيح وبعدين قال انه اذا انتم المتعلمين بدكم تصيروا مسيحية وتقعدوا تعصوا في الناس اللي دخلوا على الإيمان الصغير فأنا بفضل انكم يعني يكون مصيركم زي واحد حط حجر في ركبته ودب حاله في البحر